لو اليوتيوبر في مصر بيعانوا ان التصوير صعب في الشارع، انا عايز اقول لكم ان احنا هنا في المانيا واوروبا عامه بنعاني من التصوير في الشارع برضو. الدنيا مطره تقريبا، لو هو 365 يوم في السنه 300 يوم عندنا برضو صعب صدقوني. اصلا دي تاني كوبايه، انا عملت اول كوبايه وانا بنظف مكان ماكينه القهوه وقعت. علشان كده عملت الكوبايه التانيه دي والرسمه التانيه طلعت احلى. الساعه حاليا عندي 6:30، انا صحيت الساعه 6 وصحيت بصداع رهيب جدا. بص على الانترنت لقيت ان اسباب الصداع دوت الافراط في تناول دواء الصداع، الارق، الاكتئاب، الشخير، واستخدام وضعيه خاطئه اثناء النوم. اولا اسف لو الريزولوشن وحش، الكاميرا مش حلوه بالليل، بص الجو بره عامل ازاي. المفروض ده حاليا الساعه 7 الصبح، مفيش نور نهائي، فانا مشغل الموبايل عشان يدي نور. مش بفرط في تناول الادويه، ممكن الارق ومكتوب الشخير اذا كان الواحد نام تعبان، انا معرفش شخرت وانا نايم ولا لا، بس ممكن اكون. ووضعية خطأ أثناء النوم على ما أعتقد هي دي. المهم يعني الصداع دوت هو اللي معطلني إن أنا أبدأ إيديت في الفلوج اللي أنت شفته امبارح، بس هنزله. عندي شغل أنا المفروض كمان ساعة، اللي هو الساعة 8، يعني أنا نص ساعة وهنزل فقدام المضرب دوت أخلصه، المضرب دوت بتاع اللعيب اللي أنا همرنه. النهارده يوم الاثنين، اليوم الطويل، وبفكر أعمل لكم Q&A. من الشيطان الرجيم. ودي عادة من العادات اللي انا بعملها على طول، لما بصحى بدري بشغل سورة البقرة للشيخ احمد ابن علي العجمي، صوته روعة روعة روعة، انصحكم تشغلوها. اوكي المضرب خلص، time to work. يعني عامه اصلا انا بنزل الشغل دايما ايه، مش متاخر، بس بنزل قبلها بست دقايق، المفروض طريق ست دقايق وبوصل بالظبط في ست دقايق، ساعات اوصل دقيقه متاخر مش مشكله. النهارده انا نازل 12 دقيقه بدري، يعني ضعف الوقت، والطريق زحمه وبرضه وصلت متاخر، مفيش فايده. اصل انا خلصت شغل بس الراجل ده مش عايز امشي، عمال يضايقني. شكلك مورف توزيس ايجل افتوز ايك هوميك مانتين. اه لويس فرحان بسنان. العب يا ايفالد، العب العب. لويس لايفت لايفت ich bin so arm. So ciao ايفالد. Ja ciao ciao. Ich komm wieder. Ja leider. مش عارف انا عربيتي الانذار بتاع العربيه كان عمال يضرب كده، معرفش حد حاول يسرقها يا اما انا دوست على زرار الانذار في المفتاح وانا بعيد، بس انا اصلا تقريبا بعيد عن العربيه ب 20 متر. بس المشكلة بقى الزرار ده لما ادوس عليه. المهم بقى انا عايز اتكلم في الكاميرا التانية عشان الكاميرا دي الكواليتي بتاعتها مش حلوة. اوه ولا ظبط يلا. المهم انا خلصت شغل وحاليا هطلع على البيت، قطر يعدي بس. هطلع على البيت علشان انا عامل لستة على حاجات لازم اخلصها النهاردة، بس اول حاجة هعمل ايديت. والصداع مش عايز يروح، مش عارف ليه، فعلا الصداع مش عايز يروح. في باكيت جاي لي من البوست. هلو ثانك يو. طلبت حاجه صغيره كده من البوست من امازون، يا رب تكون هي اللي في بالي. يس بتاع الجلد دي المفروض انها بتتحط على الرخامه اللي قدام ماكينه القهوه بحيث انها تبقى كده اهو، وهنا اقدر اعمل تامبنج للقهوه بحيث انها ما تبهدلش الدنيا. وطلبت كوبايات كابوتشينو اوريجينال، المفروض ديت اللي هي التخينه، لان لما تيجي تعمل قهوه كابوتشينو لازم تكون تخينه عشان يفضل القهوه سخنه فتره طويله، لو الكوبايه رفيعه بيبرد بسرعه، ودي حاجه ما كنتش اعرفها. عزيز. نعم يا حاج توني. هاز سوبر بول كوكت؟ يا
Hast du alles verstanden? Ich hab nichts verstanden. Nicht verstanden, warum die Punkte kriegen. Aber ich hab verstanden, die Roten haben gewonnen. Ich muss weiterarbeiten. Tschüss. Tschüss. حاليا رايح شغل ومش هصور حاجه بالشغل، اشوفكم بعد الشغل. اوكي خلصت شغل حالا، فانا هعمل كيو ان اي، انا هعمل بوست على الانستا دلوقتي. اوكي البوست اونلاين، هشوف الناس هتسال بسرعه ولا لا، واخد ايه كام سؤال كده من اللي هيتسالوا في الاول اجاوب عليهم، واروح انهي الفلوج علشان انا فعلا تعبان جدا. احمد مجاهد 1662، لو عمي في المانيا ساعدني ان اسافر اسرع. هو هيساعدك في الورق مش هيساعدك تسافر اسرع، يعني هو نفسه مش هيقدر يروح يجيب لك التاشيره كده عشان هو عمك، بس طبعا يقدر يبعت لك زياره يقدم لك في الدراسه، هيبقى اسرع بكتير قوي. هشام حمدي، need your advice for German market, I will launch social ads there. الجيرمان ماركت حلوه، يعني السوق الالماني جميل، السوشيال ادز اللي هتعملها الله اعلم، ما اقدرش افيدك للاسف. يوسف بخوم، عملت ايه في ثانويه عامه؟ ده صاحبي المدرب. انا تانية ثانوي كنت علمي، كنت بفتكر اخش هندسه، جبت درجه وحشه، قلبت ادبي، جبت 96 ولا 93 في ادبي، فالاجمالي عمل 78% او 70% حاجه زي كده. مراد هاني 89، ليه محتوى الفلوجات بتاعتك بقى ضعيف؟ بالعكس ولا بقى ضعيف ولا حاجه، بقى كل يوم. ثانيا انا بحاول اعمل اللي انا قلت عليه اول ما عملت القناه، يعني بعمل مواضيع مش كتير، لو في موضوع هعمله، بس انا عايز استمر انزل كل يوم عشان طول ما انا برودكتيف كل يوم بحسن من نفسي في كل جميع النواحي اللي في حياتي، سواء العمليه، سواء في التنس، في القاعه اللي شغال فيها مثلا، في شغل التنس، في الفيديوهات، في الايديتنج، في كل حاجه. طول ما انت برودكتيف كل يوم الحاجه اللي بتعود عليها بتبقى احسن فيها. انما لا ولا ضعيف ولا حاجه، انت بس كنت تتفرج كل 3 4 ايام على فلوج معين اجمالي المشاهد، دلوقتي انا بتفرجك على فلوج كل يوم في مشهد او مشهدين. ثانيا اسمه فلوجز، انت بتعمل ايه في يومك كل يوم؟ مفيش حد على الكره الارضيه بيعمل في كل يوم في يومه حاجه مثيره، مفيش. شو فلوجز، ازاي وصلت 100,000 في وقت صغير كده؟ والله انا ما اعرفش، عشان كنت طبيعي بصور طبيعي، ما بحاولش اقلد اي حد، وفيديو منهم ضرب. انا لحد دلوقتي نفسي مش مصدق. ايه الحاجه اللي لو في ايدك تغيرها او تطورها لاحسن في المانيا؟ هي بايدي اغيرها وهبدا فيها ان شاء الله، وهتبقى فيها ايجابيات كتير، منها تعليم اللغه الالمانيه، وهي الا وهي احسن فكره الالمان عن العرب والمسلمين عامه، ان انا اوريهم ازاي علاقتي مع زوجتي كويسه، مفيش اي مشكله ولا في اللغه بتاعتنا، ولا انا جاي منين، ولا ديانتي ايه، ولا بلدي ايه. وقريب هتلاقي الكلام ده تمام معايا يا مومو. شو بتنصح، الزواج عن حب ولا تقليدي؟ 3B underscore go to. الزواج عن حب ولا تقليدي؟ طبعا عن حب. تقليدي ايه؟ انت عايز تعيش في غمة طول عمرك؟ لازم تحبوا بعض، يا اما هتعودوا على بعض ازاي؟ و كوكو بعتت لي سؤال. طيب هناخد اخر سؤال. كوكو رفيع بعتها لي، هولسو مش اب، يعني تيجي تاخدني بكره المطار؟ يا ايش هولديش ابشتس. اوكي وبكده تكون الكيو ان اي النهارده بتاع النهارده خلصت، ودي اول كيو ان اي يكون جاي لي سؤال من كوكو. انا عندي ساعتين بريك، الفلوج انا رفعته بس لسه ما عملتوش بابليش عشان لسه ما عملتش التام نيل والعنوان، وبعد كده عندي شغل تاني من 8 ل 10 بالليل، فعلى ما اعتقد ما فيش حاجه جديده اصورها، فاقول لكم من هنا تصبحوا على خير، اشوفكم بكره.